أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. اللهم صل وسلم. كان كلامنا في مسلسل الإشكالات والأجوبة على نظرية الفلاسفة في الحاجة البقائية للعلة من قبل المعلول، وليس فقط هناك حاجة حدوثية. وصلنا للإشكال الرابع، وهو الإشكال الذي يقول بأن نظرية نيوتن الفيزيائية وما يعرف بنظرية الحتمية الفيزيائية، هذه النظرية تناقض مقولة الفلاسفة، فإنها قد أثبتت أن الحركة فقط تحتاج إلى محرك في مرحلة الحدوث، أما في مرحلة البقاء فهي لا تحتاج إلى محرك أساسا ولا تحتاج إلى علة، بل يصبح هناك حتم ذاتي هو الذي يعني يكون موجودا. في مقام الجواب عن هذا الإشكال، المصنف عنده عدة إشكالات في الحقيقة كي نجزئها ونفصلها عن بعضها البعض. في المقام الأول يطرح المصنف فكرة كبروية، وهي حقا فكرة مهمة في تقديري يعني، وغالبا ما تختلط على الكثيرين، لا سيما المثقفين المتأخرين وبعض الشباب المتابع للحالة الثقافية تلتبس عليه الأمور. المصنف يقول: لا يوجد في الفلسفة ما يناقض قانون الحتمية النيوتني، ما عندنا، الفلاسفة يوافقون على هذا القانون. لو أخذت القانون الفيزيائي فهم يوافقون عليه، لكن ما الذي يحصل؟ وهذه غالبا تحصل هذه القضية. الذي يحصل أن هناك بناءات نظرية تبنى على أصل القانون، ويتم تسامحا أو بنحو الحقيقة نسبتها إلى الفيزياء، وعندما نتلقاها نتصور أنها أمور ثبتت بالبراهين الفيزيائية وبالتجربة الدقيقة، ولا نفكك بين نفس القانون الثابت بالتجربة وبين ما بني عليه من نظريات هي في الحقيقة نشاط فلسفي، فننسب الاثنين معا إلى العلم. وعندما يأتي فيلسوف أو دين ويقول شيئا مخالفا لهذا فإننا نضعه في مقابلة العلم. وهذه يعني في رأيي الشخصي، المصنف يتكلم عنها هنا، لكن في تقديري هذه حالة عامة وينبغي التنبه لها بأعلى درجات التنبه. نتلقى نحن مسائل على أنها مسائل تنتمي إلى العلوم الحديثة الطبيعية كالفيزياء والكيمياء وغيرها، ولكن في واقع أمرها جزء من مباحث هذه المسائل لا يكون عبارة عن نشاط علمي بالمعنى المصطلح، وإنما هو إضافات نظرية تحليلية ذات طابع فلسفي على ذلك الشيء العلمي، ويكمله الفيزيائيون بدراساتهم النظرية، ومن حقنا أن نختلف معهم ما دامت دراسة فلسفية وليست دراسة فيزيائية. يعني مرة يقول لي الفيزيائي بأنني جربت المسألة الفلانية وجدت 1 يساوي 2، ومرة يقول لي جربت في 1 يساوي 2 والاثنين هي كذا وكذا، هذه الاثنين هي كذا وكذا ما موجودة بالتجربة، ما موجودة بالنشاط الأم الأصل لعالم الفيزياء ولعالم الطبيعيات. هذا كثير الحصول، هذا الذي بين أيدينا واحد منهم. والمادية الديالكتيكية وقعت في كثير من مثل هذا، هذا الذي بين أيدينا واحد منهم. يقول المصنف: أصل القانون الفيزيائي ما عندنا مشكلة معه، نحن عندنا مشكلة مع البناء النظري الذي بني على القانون الفيزيائي والذي نسب إلى الفيزياء، بحيث أوهمنا أن الذي نسب إلى الفيزياء هو جزء من القانون، فصرنا نحن في مصاف في مواجهة القوانين العلمية. هذا نحن نقول نرفض هذا ونشكك في هذا، لكن كيف؟ كيف هذا التخريج؟ يقول المصنف: لا تناقض، هذا الادعاء الأساس، لا تناقض بين الحتمية النيوتنية وبين الرأي الفلسفي في موضوع العلة طبعا هنا يعني، بل أكثر، بل الفلسفة تدعم حتمية نيوتن. سوف يأتي تدعم حتمية نيوتن، بل سيأتي أن ابن سينا تحدث عن حتمية نيوتن قبل نيوتن 500 سنة، وموجود نصه موجود في كتب ابن سينا.
هذه طبعا من المفارقات العجيبة التي تحصل في بعض الأحيان. لكن طبعا لا يعني أن ابن سينا استطاع أن يدخل في أعماق القانون ويكتشفه، لكن أشار إشارة هذا الادعاء الذي ندعي. وسبب هذا الادعاء التمييز، سبب هذا الادعاء التمييز بين القانون الفيزيائي وبين البناءات النظرية المبنية عليه. هذه البناءات النظرية شغل فلسفي، ومن حقي أنا أتناقش مع الفيزيائي. شو الفيزيائي هو يعني الله كلامه معصوم، هو تحليله هذا. ومن حق الفيلسوف أن يقول له أن تحليلك لهذه الظاهرة التي رأيتها بيوم عينك غير صحيح. ربما يكون هذا مع الخطأ وربما لا يكون مع الخطأ. السؤال أخر، كيف؟ لو رجعنا إلى حق الحتمية النيوتنية سنرى ما يلي: أن الحتمية النيوتنية تتحدث عن محرك زائد حركة زائد دوام الحركة. هذا هو اللي يقول لك يأتي المحرك وهو قوة الدفع من الإنسان، تحدث الحركة في السيارة، تدوم هذه الحركة عندما ترتفع العوائق. هذا الذي كنا نتكلم عنه في الدرس الماضي. نيوتن لم يقل النظرية الحتمية كل ما تقوله أن هذا الشيء ستدوم حركته إلى ما لا نهاية إذا رفعت العوائق، لكنه لم يشرح لنا في نفس القانون، لم يشرح لنا علة الدوام. هو ما أن ما هي العلة في حصول الديمومة؟ هو قال هناك حركة معلولة لمحرك، ثم قال هذه السيارة عندما لا يعيقها شيء فإنه سيستمر مسيرها إلى ما لا نهاية، لكن سيستمر مسيرها. هذا المسير المستمر له علة ليس له علة، حدث بلا علة، هذا ما تكلم عنه. كل ما قاله القانون نيوتني: إذا أطلقت حركة في مكان ما ولم يكن هناك عائق عن استمرار هذه الحركة فإن المتحرك فيها بهذه الحركة ستدوم حركته. هذا هو حق القانون النيوتوني بإدعاء الشيخ المطهري والعلامة الطباطبائي. يقول هذا لا يتحدث عن علة الدوام، هل الدوام له علة؟ ليس له علة، معلول بلا علة، له علة تختلف عن هذا الذي هو علة الحدوث. احنا قلنا الحركة المعلول يحتاج إلى علة بقاء ولا يمكن أن يستغني عن العلة، أما أنه علته ما هي بحث آخر. علته ما هي لا علاقة لنا به. فإذا نقطة الكلام هي أن حق بدعى المصنفين أن حق نظرية نيوتن هي وجود محرك يؤدي إلى حركة وتؤدي الحركة عند عدم الموانع إلى دوام الحركة. ما في حكي عن أن دوام الحركة هذا له علة ليس له علة، ما هي علته، ما هو بحث علته، هذا بحث ما موجود، هذا بحث غير موجود. موجود شيء، هذا بحث ما موجود، لا علاقة لنا به. والغريب أنه هو يصرح بأنه العلة هو الحركة الأولى، هو شكل هو لا لا انتقال الحركة الأولى هي العلة. لا لا، نحن عندما انتهت هذه الحركة بقيت الاستمرارية، لكن بلا علة بقية لا يتكلم. ما يهم نيوتن أن الشيء تدوم حركته بعد أن جاءته قوة دافعة. أما مرحلة ديمومة الحركة، هذه المرحلة معلولة لشيء ما أو ليست معلولة لشيء ما، هذا مسكوت عنه. هكذا طبعا يدعي المصنف، هذا يحتاج إلى مراجعة النص الأصلي في طرح الذي طرح. لكن المصنف يقول أصل الفكرة هو هذا: لو أطلقنا حركة في نقطة ما ولم يكن هناك مانع من استمرارها فإنها تستمر إلى ما لا نهاية. هذا هو القانون الفيزيائي خلص. أما دوام الاستمرار، دوام الحركة هذه له علة ليس له علة، علته هو الأول والذي انقطع عنه، له علة مصاحبة له، ما هي؟ هذا بحث غير موجود. والغريب أن الذين تحدثوا عن القانون نيوتني من حيث مناقضته للحاجة البقائية للعلة، ينقل نص الشيخ المطهر طويل في هذا الإطار، الذين تحدثوا عن هذا نسبوا إلى الفلسفة الأرسطية أنها تقول هكذا:
أنها تقول بعدم دوام الحركة، وأن الشيء تابع لعلته، هكذا نسب إليها، مع أننا نجد في كلمات ابن سينا كلام صريح في أنه لو تحرك المتحرك ولم يكن هناك مانع من حركته فمقتضى القاعدة دوام حركته، وينقل هذا الكلام ابن سينا فيه، يقول إذا تحرك الجسم جراء قوة خارجية فسيستمر على الدوام بعد انقطاع صلته بها ما لم تحدث موانع، وهذا تماما مطابق لحتمية نيوتن. أمس تحدثنا عن مجال القوة والضعف، يعني الآن بلشنا أكد هذا المنظور، فلو كانت الدفعة أو الدافع لأن هذا يتحرك بقوة فمسير الحركة سوف يبتعد، إذا كانت بضع يعني ضعيفة ما فيها رخاوة يعني فلا يستمر بقدر ما هو موجود. صحيح، هذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الموانع. الفيلسوف الأرسطي يقبل بنقل الشيخ، أنت ما فهمت إشكالكم، تفضلوا أعيدوا لعله ما صار واضح. لا، أنا أمس أشرت إلى أن القوة والرخاوة في دفعها أو المحرك إذا تسمى بذيني يعني يمكن أن يحرك صح، ولكن على 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 مقدار ما تكون من القوة والضعف. لا، بالنسبة لقانون نيوتن لا فرق بين القوة والضعف إلا في درجة السرعة لا في الاستمرارية. في درجة السرعة كلامكم صحيح، إذا أنت ضغطت بسرعة قوية يحافظ على سرعته، لكن لا في أصل فكرة الدوام اللي هي محل بحثنا. يعني هو واضح، ولكن عندما تدفعه بقوة هذه القوة تستلزم ضرورة أن يكون مسافة أبعد ينتهي بها، أما أن يكون هو قد انطلق بسرعة هذا أمر آخر، أنا لا أبعد عن السرعة. فماذا تريد من هذا؟ أريد من هذا إذا القوة المحركة لها دور، ولكن هذا ولكن يعني الذي لم نقصده في هذه في هذا المجال هو سرعتها السرعه والبطاءه، وانما القوه لها تاثير في دوامها. المحرك ليس المحرك له دور في انطلاقه الحركه، لكن في الدوام ليس له دور، هذا هو قانون نيوتن. اذا كان في الدوام له دور اذا هذا معناه سيتوقف. لا، في الدوام لا يمكن، في الدوام ليس هناك الدعوة هكذا، انه في الدوام ليس هناك علاقه للمحرك. نعم، واضح، في الدوام لا تؤثر، هو هذا المدعى. أنتم النقطة الحيثية التي تريدون الحديث عنها بالنسبة لغير واضح. أمسي أنتم أشرتم إلى إغلاق النظر عن القوة والضعف في عملية المحرك، فأنا قلت لا يمكن أن يكون فيه ذلك، فأنتم الآن جئتم بنص ابن سينا يتوافق مع ما بحثناه أمسي في الإشكال الذي طرحه. لعلنا نبحث بعد الإشكال الذي ذكرتموه. على أي حال، فإذا كلام ابن سينا يوافق كلام نيوتن، لا توجد أي مناقضة بينهما. إذا نحن لا ندعي أن كل الفلاسفة يوافقون ابن سينا، لكن هذه النظرية التي تقول بدوام الحركة، هذه النظرية رائجة وعريقة بين الفلاسفة العقليين، بل أكثر من ذلك، يمكن أن ندعي بأن الفلاسفة العقليين ماذا قالوا؟ الفلاسفة العقليين ماذا قالوا؟ قالوا عندي دليل على دوام الحركة. أما الفيزيائيين قالوا ليس عندي دليل على توقفها. يعني الفيلسوف العقلي ذهب أبعد مما ذهب إليه نيوتن، قال عندي الدليل، أنا أقيم برهانا على أنه بالضرورة لا بد أن تستديم هذه الحركة إن لم يكن هناك مانع لها، بينما نيوتن كان يقول لا دليل على الوقوف، ما نملكه أنها ستستمر، أما أنه تتوقف ما عندنا معطى حسب نقل الشيخ والسيل. فإذا بناء عليه الفيلسوف متفاعل مع مبدأ نيوتن، ما عنده مشكلة مع مبدأ نيوتن في هذا السياق. ليش يقول الفيلسوف هذا؟ هل الآن هذا الذي سوف نحلله، علة الدوام. الفيلسوف الذي يقول بالحاجة البقائية للعلة، والمفروض أن المحرك الدافع ذهب، فبماذا يفسر الفيلسوف توافقه مع نيوتن في دوام الحركة؟ هذا سؤال موجه للفيلسوف. يا أخي أنت تقول بالحاجة البقائية للمعلول، حاجة المعلول البقاء عن العلم، وتقول المحرك الذي دفع السيارة ذهب، ومع ذلك تقول بدوام الحركة. نحن نسألك، ما دام دوام الحركة، والحركة هذه عبارة عن حدث، دوام الحركة هذا ما دام يحتاج إلى علة، أين هي علته بعد زوال هذا المحرك؟ هنا يطرح الفلاسفة نظرية مشهورة جدا
ستأتي معنا في المقالة العاشرة إن شاء الله، وهي نظرية الطبائع. هذه نظرية قديمة جدا، واليوم فينا نعبر عنها نحن تعبير آخر. طبعا هناك أشكال بسيطة لهذه النظرية. في البدايات مثلا يقولون هذه النظرية بداياتها البسيطة كانت أنه لماذا مثلا أنت عندما تدخن يرتفع الدخان إلى الأعلى، ولماذا عندما تأخذ حجرا وترميه ينزل إلى الأسفل؟ ما كان في نظرية جاذبية. ماذا كانوا يفسرون في حينه؟ كانوا يرجعون الأشياء إلى الطبائع، يقول طبيعة هذا تسير به نحو الأعلى، طبيعة هذا الثاني الحجر يسير به نحو الأسفل. فكانوا يتحدثون عن شيء موجود في الجسم اسمه الطبيعة، وهذا هو الذي يسير بالجسم نحو جهتنا. قالوا دوام الحركة مرجعه إلى الطبيعة. طبيعة باصطلاحنا اليوم القوة، يعني اصطلاح في زين اليوم القوة. هذا الجسم عندما أطلقته منحته قوة، هذه القوة تبقى موجودة مؤثرة. هم يقولون هذه الطبيعة التي هي قوة، القوة كامنة في الجسم، هذه تبقى تؤثر في نفس هذا، نفس هذه الحركة، نفس اتجاه الجسم. الآن لا يهمنا نظريتهم صحيحة أو غير صحيحة، يهمنا أن نقول بأنهم لم يناقضوا من وجهة نظرهم تحليل الفيزيائي. نعم هم ناقضوا البناء النظري على التحليل الفيزيائي، هذا بحث آخر يأتي محله في باب الحركة. نحن الآن لسنا بصدد إثبات نظرية الطبائع، إثبات نظرية الطبائع يأتي في المقال العاشر، لكن ما نريد قوله إن نظرية نيوتن لا تناقض، خلافا لما يقوله الإشكال أنكم تناقضون نظرية نيوتن، لا تناقض ما يقوله الفيلسوف العقلي، بل تؤيد ما يقوله الفيلسوف العقلي. غاية الأمر أن نظرية نيوتن أنتم خرجتموها بعدم حاجة المعلول العلة بقاء، نحن لنا تخريج آخر لها، وتخريجنا الآخر بأن هذا المعلول أي الحركة الاستمرارية معلول لشيء مصاحب للجسم وهو عبارة عن القوة، نسميه الطبيعة. هذا تخريجهم، هذا تفسيرهم، لك أن تناقش في تفسيرهم، لكن ليس لك أن تقول إنهم يناقضون حتمية نيوتن. هذا هو مركز يعني لما يريد أن يثبته المصنف في هذا الإطار. إذن الفلاسفة العقليين والمدرسة الأرسطية لا تناقض نظرية نيوتن، نعم تختلف معكم في البناء النظري على نظرية نيوتن، ولكن المصنف مع ذلك يقر، يقول أنا لم أعثر بحسب التتبع السريع، يعني لم أعثر على كلام لأرسطو يؤمن بفكرة دوام الحركة. صحيح في كلمات ابن سينا موجود، لكن في كلام شخص أرسطو لا أملك معلومات أن أرسطو فعلا كان يقول لو أطلقت حركة الجسم ولم يكن مانع سوف تستمر أم لا، لا ليس عندي معلومات. لكن لم ينسب أحد من شراح أرسطو ولا أحد من فلاسفة المسلمين لأرسطو قولا بعكس نظرية نيوتن. يقول هذا مع كلام ابن سينا، مع نظرية الطبائع الموجودة في باب الحركة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، هذا كله ضمه إلى بعضه البعض، سوف ترى أن المسار التاريخي للفلسفة العقلية لم يكن مناقضاً لحتمية نيوتن، على خلاف ما يريد الإشكال أن يبينه. هلا بعدين بالمرحلة الأخرى لك أن تناقش في أن هذه العلة التي ذكرها صحيحة أو غير صحيحة وما معناها، طيب القوة هذه شو اللي أبقاها؟ هي القوة هذه كيف بقيت أيضاً؟ وهذه تفاصيل تأتي في مبحث الحركة إن شاء الله تعالى. هذا ما يريد أن يصل إليه المصنف في هذه النقطة. إذن ما النتيجة؟ كنتم تشكلون علينا بالإشكال الرابع أن نظرياتكم تناقض العلم، ونحن نقول لا، لا تناقض العلم بل أكثر. الآن ترقي المرحلة الأولى بل أكثر. هذا قانون نيوتن، هو نيوتن إجا يعني وجاب جسم سواها يعني وبرهلنا على الفكرة. هذا القانون ليس قانون تجريبي حسي، هو قانون تجريبي خيالي. خيالي ليس بمعنى غير واقعي، يعني الفيزياء جزء كبير من يتصور الناس أن كل شيء يقوله الفيزيائي رآه بأم عينه. فيزياء نصفها معادلات وحسابات ونظريات وتحليلات وفرضيات، ترجع فرضية على فرضية. هو نيوتن أصلا ما شاف، ما رأى شيئا بأم عينه حتى يتكلم، وإنما حلل بعقله الفيزيائي، حلل الظواهر توصل لهذه النتيجة. إذن من وجهة نظر المصنف هذا ليس قانون، من وجهة نظري هذا وجهة نظر.
وكما ظلت الفيزياء 2000 سنة قبل أينشتاين تؤمن باتجاه وتغيرت بعد أينشتاين، كذلك من الممكن أن تكون وجهة النظر هذه فيزيائيا قابلة للمناقشة، ليست شيئا رؤية بأم العين حتى تقولي أنا بعد هذا جربته وأجريت عليه ملايين التجارب وبحساب الاحتمالات والاستقراء بأي شيء مستحيل أن يكون باطلا، لأن لم تجرى حتى تجربة واحدة أنت لم تجرى أصلا. فإذا التهويل هذا ما يريده المصنف، تهويل بقانون فيزيائي، التهويل بقانون فيزيائي في غير محله. خلينا نحط الأمور يعني نضع النقاط على الحروف ونبتعد عن اللغة الإعلامية التهويلية، هذا ما يريد أن يقوله. إذن هذه وجهة نظر، لا نقول وجهة نظر سخيفة، لا نقول وجهة نظر ضعيفة، نقول هذه وجهة نظر عليها شواهد ومعطيات، لكن إذا كانت وجهة نظر ولو تبناها علماء الفيزياء بعد ذلك من حق الآخرين أن يتناقشوا معها، فلا داعي لاعتبارها أصلا موضوعا ثم قياس الأشياء عليها خلاف المنهج العلمي. هذا أيضا ما يريد أن يؤكد عليه. ويمكن أن يكون الجواب هذا الأخير، وإن المقدمة ما كانت جواب يعني المقدمة ما حل مشكلة إذا فرضنا أن لا، المقدمة هدفها رفع التناقض فقط. نعم، رفع التناقض، أنكم قلتوا أنتم تناقضون نيوتن، نحن لا نناقض نيوتن، لكن حل المشكلة في بحث الحركة. نعم صحيح. المقدمة الثانية إشكال جذري، من قال أنه أنا يا أخي أنت تجعل لي نيوتن معيارا لنشاطاتنا؟ يعني هو نيوتن ما قاله بعد لا يوجد مجال أن نناقشه، هذا مثل الجو غير الديني. في الجو الديني يقول لك العالم الفلاني قال هذا، عليه سيرة العلماء بعد يستسلم. الجو غير الديني أيضا عنده شيء من هذا القبيل بلغته الخاصة، قاله أحدث النظريات الغربية، خلاص بتحس بحالك أن أنت انخفضت يعني الجناح انخفض. هذه اللغة أنا في تقدير لغات غير علمية، ينبغي استبعادها من البحث العلمي. خلينا نشوف هذه النظرية ما هي، أعطينا إياها خلينا نناقش، ربما تكون قوية ربما تكون ضعيفة. طبعا للمختصين، واحد مثلي لا يعرف في الفيزياء بدرجة متخصص حتى يحكم، لكن للمتخصص بإمكاني أنا أيضا يحكم في هذا الإطار، علينا أن لا نسد باب المناقشة. هذا ثانيا. ثالثا بعد أكثر يترقى يقول، تغضينا الطرف عن كل هذا الذي تقولونه، أصلا هي سلمنا بأن العلة المعلول بحاجة العلة حدوثا، أصلا ما هي الحركة؟ أساسا ما هي الحركة؟ هي الكون في المكان الجديد. حدوثك في المكان الجديد تحقق، هذا كونك في المكان الجديد حدث. أنت قبل أن تكون في المكان الجديد تنتقل، قبل أن تكون في المكان الجديد لا يوجد حدث. نفس مجيئك إلى المكان الجديد، حالة الظرفية هذه، هذا حدث، هذا الحدث بحاجة إلى علة. زائد كمان الكون في المكان الجديد الثاني، كمان هذا حدث. إذن نحن عمليا شو عندنا؟ عندنا في الحركة اللي أنت ترى فيها الاتصال عندنا مجموعة كبيرة من الأحداث والحوادث المتراصة المتلاصقة لبعضها البعض. حدث الكون هنا، حدث الكون هنا، حدث الكون هنا يشكل الحركة. إذا كان هذا حدثا وهذا حدثا وهذا حدثا، إذن هذا بما أنه حدث يحتاج إلى علة حدوثية، أليس كذلك؟ خي تنزلنا عن علة البقائية، مصر يعني على مشكلة العلة الحدوثية، فالعلة الحدوثية هذه ما دامت حوادث متراصة خلف بعضها البعض، والذهن هو يرى عنصر الاتصال هذا، الذهن هو الذي يربط بين الأشياء بعنصر، كما يقول كانت، يقول أصلا الذهن تصله الأشياء مبعثرة. الذهن لما تفتح عينك أنت تنظر هكذا، والسمع واللمس وكل شيء، تصل إلى الذهن معلومات مبعثرة تماما لا يوجد رابط بينها، لكن الذهن مجهز بقالب يسميه هو الحس الصوري. هذا القالب هو قالب الزمان والمكان، مباشرة مثل بيت الكحلي يضع كل صورة في مكان خصص فيها فتراها متصلة ببعضها، ولولا الحس الصوري أو الحساسية الصورية باصطلاح كان لما كنت ترى أصلا أي شيء متصل بشيء آخر، بل كان المفروض أن ترى صورة مبعثرة، عليكم السلام، لا يوجد رابط بينها لا في الزمان ولا في المكان. هنا نفس الشيء، هذا الاتصال الموجود هذا من طبيعة نشاط الذهن، وإلا هي عبارة عن حوادث متفرقة. إذا حوادث متفرقة كل واحد يحتاج إلى علة حدوثية، لأنكم أنتم تقرون بالعلة الحدوثية. إذن ففي طول امتداد الزمان
لهذه الحركة نحن بحاجة إلى علة مصاحبة، لأن في أي نقطة فرضتها فهي حدث، وفي كل حدث لابد له من علة بإقرارك أنت. فنحن نتنزل عن اصطلاح العلة البقائية ونقتصر على اصطلاح العلة الحدوثية، ونقول ما هو بقاء حدوثات جديدة. ومن ثم عليك أنت أيضا أن تجيب مرة أخرى عن القضية. هذا هو الإشكال. والنتيجة التي نحصل عليها هي أن قانون الحاجة على الترقي الأخير أيضا هم الآن مطالبون يعني بأنه هذه الحدوثات المتعددة من أين جاءت أيضا. نعم، من هم المطالبون تقصدون؟ الفلاسفة أيضا. نعم، هذا كله هذا نتائج بحث الحركة على نيوتن فقط. يقول جيب مثلا اتنا بسبب أو علة لهذه الحدوثات، أما أيضا هم لابد مطالبون أن يأتون حتى ليثبتوا أن نظرهم صحيحة، وهم يقولون العلة هو عبارة عن الطبيعة. الطبيعة وسيأتي بحثه في المقالة العاشرة. كلهم هذا كله نتائج نظرياتهم في المقالة العاشرة في مقام رفع استحاش ما بين نظرية نيوتن وبين ما يقولون. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة القاضية بأن ما طرحه نيوتن لا يتناقض مع ما طرحه الفلاسفة، بل يمكن أيضا الدخول في بعض المماحكات مع الذي طرح هناك. يختم المصنف هذه القضية قبل أن نصل إلى البحث الجديد، البحث الذي يعني هذا البحث إلى بحث جديد وهو بحث التسلسل العلي. يخلص المصنف إلى كلام للدكتور أراني. دكتور أراني ما كتبه الدكتور أراني في الفلسفة المادية هو عمدة مصادر الشيخ المطهري في هذا الكتاب كما مر في مقدمة الكتاب في الجزء الأول. دكتور أراني يقول فكرة بسيطة سيعلق عليها سريعا الشيخ استطرادا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الملف الثاني من ملفات أو الملف الثالث من ملفات بحث الضرورة تسلسل العلم. قال الدكتور أراني قال في القرون الوسطى كانوا يتصورون أن العلة تحدث معلولة وتستمر معه، وهذا تستمر معه باطل، بل كانوا يتصورون أن العلة هذه العلة لنفرض لا تستمر مع معلولها. هم ماذا كانوا يتصورون؟ في نقطة معينة هذه النقطة إلى هنا نهاية العلة، إلى هنا بداية المعلول، ففي مساحة صغيرة مشترك ما به الاشتراك، يعني في وقت ما في لحظة في آن ما هو موجود فيه العلة وموجود في المعلول. هذا الآن إذا انتهى ذهبت العلة بقي المعلول. يقول لكن في الدراسات الحديثة حسب تحليل المادية الديالكتيكية حتى هذا خطأ. يعني هذا يريد أن يقول لك فكرة العلية مش بس في مرحلة البقاء، هذا التزامن البقائي باطل، بل حتى التزامن الحدوثي باطل. كيف؟ قال فكرة العلية ليست بهذا الشكل، خط ثم تضع دائرة ثم خط وتقول هذه الدائرة مشترك بين الخطين وأن الخط الأول هو العلة والخط الثاني هو المعلول. هذا خطأ. الصورة الصحيحة هي هكذا، خط وخط ملاصق له، بداية الخط الثاني مباشرة بعد نهاية الخط الأول. هذا هو نظام العلل والمعالل والحوادث في العالم، لا التصاحب ولو في آن ما كما يعبر الفقهاء، لا التصاحب. هذا هو نظام العلل والمعالل. يأتي حدث يستمر ويستمر ثم ينقل الدورة إلى الحدث الذي يليه، يوجد الحدث الذي يليه مباشرة من الخط الذي وراءه. نعم، ليس من فاصل آني، ليس هناك فاصل آني بينهما في اتصال، لكن الاتصال لا يقتضي الاشتراك. يقول وفكرة اقتضائه الاشتراك فضلا عن فكرة بقاء العلة بعد وجود المعلول ترجع إلى القرون الوسطى. هذه فكرة هجرها العلم وتم تجاوزها في هذا الموضوع. المصنف طبعا يعلق تعليق سريع جدا باعتبار هو استدراك. يقول نحن طريقة استدلالنا في موضوع العلة والمعلول تختلف تماما عن هذه الطريقة. طبعا هذا ليس استدلال، هو الطريقة هذه ليس استدلال، هذا تقليد دعوة يعني، وما قام دليل أراني كما هي العادة كثيرا عندما يطرح كثير من الأشخاص أفكارا يضمنون صحة الفكرة بجمالها وتناسقها لا بإقامة البرهان عليها. وهذا صار شائع اليوم أن قوة الفكرة بجمالها وتناسقها لا بإقامة البرهان عليها. هذه ظاهرة شائعة حتى اليوم كثيرا نستخدمها، يعني حتى الآن بهذا المقدار هو ما جاء شيء، بس أنه قال قرون وسطى وعصر حديث أعطى البرهان.
المصنف لا يدخل معهم، يقول له أنت هذا رأيك، نحن طريقة مدخلنا في تحليل الموضوع مختلفة عن طريقة المدخل الذي أنت تعالجه، وقد بيناها وقمنا عليها إبراهيم وقمنا عليها أدلة. والذي دفع، يقول هو يدعي المصنف، أن الذي دفع أراني إلى هذا هو الهروب من فكرة الله. يعني لسنا بحاجة إلى فكرة الله، يعني بس تقول حاجة إلى فكرة الله، يعني أنت عم تحكي بعض الاستمراريات هذه وعلى إتحاد. نتائج التي توصلنا إليها حتى الآن، كل ظاهرة خارجية لا توجد ما لم تتوفر على الضرورة. اثنين، كل موجود خارجي متصف بالضرورة حال وجوده ما دام موجودا. ثلاثة، ضرورة وجود كل معلول مترشحة من ضرورة وجود علته، ووجود كل معلول مترشح من وجود علته، كما صار معنا. أربعة، المعلول بحاجة حدوثا وبقاء وضرورة بالعلة. هذه النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن. هذا الموضوع سيجر إلى فكرتين، تسلسل العلل والمعاليل. يعني ما دام في فكرة ضرورة، هذا ضرورته بغيره، قد نجي للثاني، ضرورته بمن بغيره، هذا نجي لهذا. ما دام كل موجود ضرورته بعلته، فنحن ذاهبون إلى ما لا يتناهى. كيف يقرأ الفيلسوف التسلسل العلي؟ كيف يتم التعامل مع فكرة التسلسل العلي؟ حتى بالنسبة للذين أنكروا بطلان التسلسل، لأن هناك من قال التسلسل لا دليل على بطلانه، لكن كل الذين أنكروا بطلان التسلسل فضلا عن الذين آمنوا بطلان التسلسل عندما جاءوا إلى التسلسل العلي قالوا مستحيل. كيف قرأوا المشهد؟ كيف تعاملوا مع هذا الموضوع؟ كيف خرجوا الضرورة وفقا لفكرة التسلسل العلي؟ يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.